الفقرة القادمة الشروبنت في صفحتها السياسية عدد من الأخبار والمواضيع المهمة قراءة وتحليل. صحيح، مع الزميل خالد الفكي. مرحبا بك أستاذ خالد. مرحبا بك أستاذ إكرام، مرحبا بك أستاذ أحمد نادي، صباح الخير. صباح الأنوار. صباح الأنوار. نبدأ معك بهذا الخبر البشير. يتوجه الخميس إلى غينيا مشاركا في احتفالات استقلالها. يتوجه رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير إلى دولة غينيا الاستوائية يوم الخميس القادم، تلبية لدعوة رسمية من نظيره الغيني تودورو أوبيانغ للمشاركة في احتفالات بلاده بعد استقلالها الخمسين. ويرافق رئيس الجمهورية وفد يضم وزير شؤون رئاسة الجمهورية فضل عبد الله فضل ووزير الخارجية الدرديري محمد أحمد والسفير جمال الشيخ أحمد. هذا وتحتفل غينيا الاستوائية بذكرى استقلالها عن أسبانيا سنويا في 12 من أكتوبر عام 1968. مرحبا بك استاذ خالد. اولا يعني طبعا نهني كل الاشقاء في غينيا، ويعني دلالات هذه الزياره، هذه الزياره الرئاسيه المشاركه في هذه الاحتفالات، وايضا نربطها بالسودان وعودته لدوره القيادي في افريقيا. هو طبعا لا شك فيه ان هذه الزياره تاتي في سياق الدبلوماسيه الرئاسيه تعديده والسياسه سياسه الانفتاح على الاخر، خاصه على المحيط الافريقي والمحيط العربي. الدبلوماسيه الرئاسيه ظلت طوال الفتره الاخيره تنشط في تحريك السودان نحو المناظر الدوليه والاقليميه. نعم. ولعل السودان الان هو ظل يعود رويدا رويدا الى مقره والى مكانته القديمه ليلعب دور الوساطه واللاعب المحور الرئيسي في القاره الافريقيه. نعم. هذه الزياره وهذه المشاركه ستعدد من العلاقات الثنائيه، ستؤكد على دور السودان في المحيط الافريقي وتنقل نقلات اوسع خاصه في اتجاه الغرب الافريقي. نعم. هذه الزيارة لديها ما بعدها، خصوصا أن فيها يعني وزير شؤون رئاسة الجمهورية وأيضا وزير الخارجية والسفير جمال، هنالك مباحثات في إطار العلاقات ما بين الدولتين. في واحد من الأخبار أيضا البشير الفترة حتى 2020 تتطلب مزيدا من الجهد. قال رئيس الجمهورية عمر البشير إن الفترة حتى 2020 تتطلب بذل المزيد من الجهد على المستوى التشريعي والتنفيذي، خاصة فيما يلي تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإجازة القوانين وتكوين المؤسسات ذات الصلة بقيام الانتخابات. وأعرب البشير لدى تسلمه بالقصر الرئاسي الرد على خطابه أمام فاتحة أعمال الهيئة التشريعية القومية الثامنة عن ثقته بأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة والإجراءات التي تليها ستتوج بالنجاح في حل المشكلة الاقتصادية والدخول إلى الموازنة القادمة والبلاد أكثر استقرارا. وقال إن السودان في ظل ما يحيط به من اضطرابات إقليمية استطاع الحفاظ على أمنه، بل لعب دورا كبيرا في تحقيق المصالحات بدول الجوار، ما رفع من شأنه وعضد من دوره إقليميا ودوليا. وأثنى البشير على الدور الرقب الكبير الذي لعبته الهيئة التشريعية القومية خاصة في فترة ما بعد الحوار الوطني، مبينا أن الهيئة أمامها الكثير من المشروعات وأن النشاط الخارجي لها قد أسهم كثيرا في كف العديد من المشاكل وجلب المنافع للسودان. وأوضح أن معيار إنشاء المحليات يعتمد على قدرتها على تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين. إلى ذلك أكد رئيس الهيئة التشريعية القومية إبراهيم أحمد عمر أن الهيئة أولت خطاب رئيس الجمهورية عناية ونقاشا مستفيضا وصولا إلى خطاب رد الإجابة. تعليقك مباشرة أستاذ خالد الفكي على هذا الخبر. أعتقد أن الفكرة المقبلة ستكون يعني دقيقة وحرجة في أمر السودان من خلال أنه تبقى لانتخابات 2020 أقل من 18 شهر. هذا يتطلب مزيد من الجهود على كافة الأصعدة خاصة الصعيد الاقتصادي. الآن الحكومة يعني في الزعيم المبين أطلقت عديد من الإجراءات والسياسات الاقتصادية المحققة والدائمة للإنتاج وحد الصادر. هي الآن تسعى ل يعني إعادة الاختلال في الحزمة ما بين الاستهلاك والصادرات من خلال إطلاق كثير من القرارات المحفزة للمنتجين
تحديد سعر القمح الى ب 1800، هذا نوع من الاغلاق المحفزه. كذلك المحاولات الساعيه لحكومه رئيس مجلس الوزراء المستشار موسى من خلال توفير السيوله، والتي مقرر ان تشهد ترقبات واضحه كما اعلن بالامس اعتبارا من يوم السبت. كذلك محاولات تحديد سعر الصرف استقر في 47.5 في الثلاثة يوم الماضية. هي محاولات جادة لاستقرار الاقتصاد، هو لا ينفصل تماما عن الأوضاع السياسية، بل هو العتبة الأولى والخطوة الأولى في طريق الاستقرار السياسي والأمن. اهتمام الدولة بأخطار السيد الرئيس في الفترة المقبلة سينصب على توفير معاش الناس، توفير الحاجات الأساسية خاصة المتمثلة في الخبز والوقود والأدوية. أعتقد أن المرحلة المقبلة ستحتاج إلى إضافة الحلول إلى مراجعات جديدة للاقتصاد وإزالة كافة التشوهات التي وعابت السودان من التقدم خلال الفترة الماضية. كذلك ينبغي على الفترة المقبلة المضي اكثر في طي ملف الحوار الوطني خلال اجراء مزيد من التفاوض والمباحثات والتشاور مع كافه القوى بالداخل والقوى بالخارج، التي هي يعني نتمنى انه يتم حل قضيه المنطقتين والدارفور في قدوم المرحله المقبله. نعم. مباشره الى رفع سقف التمويل الاصغر المتوسط الى 100,000 جنيه. أعلن محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير يوم الأربعاء زيادة سقف التمويل الأصغر والصغير والمتوسط إلى 100,000 جنيه، كما أعلن مضاعفة مساهمة المركزي في محفظة قوت العاملين من 160 مليون جنيه إلى 320 مليون جنيه. وقال خلال افتتاح مؤتمر مديري الإدارات والفروع ببنك العمال الوطني وفقا لوكالة السودان الرسمية للأنباء إن رأس مال المحفظة سيبلغ 660 مليون جنيه. وكان تقرير أداء محفظة مشروعات الخريجين الثالثة للفترة من 30 من يوليو حتى 31 من أغسطس الماضيين أظهر زيادة في حجم التمويل بواقع 4% مقارنة مع الربع السابق من العام الجاري، وزيادة في نسبة الأرباح المحققة بالجنيه بواقع 10%. أستاذ خالد، يعني هذا الخبر والزيادات في سقف التمويل مربوطة بالحالة الاقتصادية العامة الكلية باعتبار أنها لا تنفصل يعني بأي حال من الأحوال؟ نعم، ولكن من المهم جدا الخبر. اعتقد ان رفع مثل التمويل ليس خبر، ولكن يعني ينبغي كان انه على محافظ البنك المركزي ايضاح كثير من الـ من من الـ من, الـ من السياسات التي كانت عقبه في التمويل، خاصه فيما يتعلق بتسهيل الضمانات وتسريع خطوه الحصول على الـ على على الـ التمويل. يعني التمويل بدا من 5,000 ل 10,000 ل 20 وصل 50,000 الان 100,000. الحكومه عليها ان تضخ هذه الاموال في مشروعات تكون ذات جدوى اقتصاديه على المجتمع ومشروعات حقيقيه، وليس انه دول يعني يشيل قروش وبعد ذلك بتاعت تعسر وعدم سداد، وهذه هي المشكله الاشكاليه الكبيره. يعني كافه الذين ياخذوا تمويلات اخرى، تمويلات على المستوى التمويل الاصغر، يعني هناك مشاريع كانت ناجحه ولكن اخرى اصاب الفشل، لانه هناك عقم في اجراءات التمويل، هناك مشاكل في نوافذ التمويل في المصارف. على البنك المركزي بإيجاد صيغة وسياسات جديدة تسهل الحصول على التمويل وتضمن نجاح المشروعات، لأن الهدف الرئيسي هو نجاح المشروع واسترداد قيمة التمويل ثم الدفع بتمويل آخر حتى يعني يتم توسع في مشروعات التمويل الأصغر التي تعود بشكل إيجابي في رفع الدخل المعيشي للأسر والأسر الفقيرة والمحتاجين على مستوى أصغر، وهو يكون يعني ذات أثر فاعل. ينبغي على البنك المركزي إجراء مزيد من الإجراءات والتعديلات والسياسات لصالح ضمان نجاح المشروعات.
كذلك الخطوة الأخرى من خلال رفع قيمة محفظة قوت العاملين هي خطوة إيجابية، لأن هذه المحفظة ظلت هي تدعم مشروعات العاملين بشكل واسع جدا وتخفف الضغط على العاملين في ما يسمى بغرفة الملاح، من خلال توفير كثير من السلع خاصة في موسم في الأعياد وفي سلة الشتاء المقبل. هذه إجراءات مهمة، ولكن على البنك المركزي متابعة المصارف، محاولة إزالة كافة العقبات التي تقيد في تنفيذ هذه السياسات الجديدة. نعم. نحن حنكتفي بهذا القدر مشاهدينا الكرام من الأخبار. لمزيد من الأخبار والمعلومات نسعد دائما بزيارتكم لموقعنا على الإنترنت الشروق.net. شكرا جزيلا خالد الفكي زميلنا في موقع الشروق.net. شكرا لك، كتر خيرك. كتر خيرك.